صباح الخير. صباح الخيرات. تفضل. يا صباح يا عليم يا فتاح يا كريم يا رزاق. نعم. نعم نعم. اي نعم انا شفته لابو فهمي امبارح اجى بعد الظهر ودخل على الحمام. غريبة. طيب هلا بشوف هلا بشوف. وحضرنا يا جماعة ما تردوا علينا يا يا غوار. غوار. أبو صياح. حسني يا فندي. لا غوار يا فندي. تعال شوف غوار. قرب لهون. شبك من على بكرة الصباح ما ترفع صوتك. لك هلا اهله لابو فهمي سالوا عنه بالتليفون قال امبارح طلع من البيت بعد الظهر اجى على الحمام ولهلا ما رجع. ايه مزبوط. امبارح لما اجى بعد الظهر اجى متاخر، اول ما بلشت بتفريق ظهره كان خلص الدوام، مشان هيك تركته منقوع لليوم بالجواني. الله لا يعطيك عافيه. مو هيك بدك انت وابو صياح؟ دوام من 8 ل 4؟ لك زبون بين ايديك بتتركه وبتمشي، شو بيصير اذا عدت لك ربع ساعة بعد الدوام؟ هديك اليوم تأخرنا الصبح ربع ساعة، أبو صياح خصم علينا أجرة نهار. خرجك، أبو صياح عم يعمل هيك نكاية فيك من عملت تعاقد الكباب. أنا أخي مبسوط هيك، أنا ما عم أحكي، عم أقول لك أنا بشتغل على الدوام، دقيقة زيادة ما بقعد. بدك يعني اطلع وروح على البيت بدون ما كمل حمامي بابا؟ ايه شو صار؟ كنت اجيت اليوم كملته؟ ها؟ وقت بعود بدي ادفع الاجره مرتين بابا. يا حبيبي اهلا اهلا بيك هاي. صباح الخير. صباح الخير. اهلين. تعال لك. نعم. لك وشك مو غريب عني، وين شايفك انا؟ طبعا نسيت لما اعطيتني كرسي من كراسي المرحومه سبته لصاحبها. ايوه والله تذكرت لك. مظبوط. اهلين وسهلين. تفضل على الحمام. امور وين شايفك؟ الله يلا يعطيك عافيه. شو تفضل؟ لك امسكوا هاتوا لهون، ما سمعتوا عم نقول كرسي؟ اي والله. تعالوا تعالوا هون. شوف زين لشوف. شلون؟ فايت كانه مو عامل شيء والله. وين الكرسي اللي اعطيتك اياه؟ بيع عند معلمي الاولاني ابو صخر. مين هذا ابو صخر ابو حجار؟ طوق قوام. هذا صاحب قهوه العناتر. ايوه ايوه هي القهوه تبعنا. عرفتها؟ ايه تبع زكرتيه. ايه انا بقعد فيها. ايه روح لحمامك. فوت. شكرا. هلا بروح انا لعنده فورا بجيب الكرسي. ايه روح لحالك الله يرضى عليك. انا ما بقدر اروح معك، ما بقدر اترك الحمام، ما في حدا. اهلا وسهلا. بالمؤهل. شو هذا يا اخي؟ شو القهوه هي؟ قهوه منتظمه محترمه وزباينها من احسن طرز. ما تحطوا كرسي مهلهل مثل هاد نقعد عليه؟ ايه تفضل اقعد على غير كرسي. يا اخي لا بدي اقعد على هالكرسي. بدي اشوف شو اللي مخليكم تتمسكوا بهالكرسي؟ شو مريحة قعدتوا يعني؟ تأمر شاي قهوة كازوز؟ لا بكير هلا. شو وين ابو صخر صاحب القهوة؟ بالبيت والله لسه ما اجى. طيب شكرا. شوف شغلك. Thank you.
القهوة سكر زيادة. لك ما في خواص، رح تطققني، رح تجنني انت. لا يمكن، لا يمكن حدا الانسان يعتمد عليك بشغلي، مستحيل. شو عامل لك؟ هذا فوق تعبي كمان. لك منيح ما مسكك للبوليس كمان. بعدين افتكرني عم بمزح معه ومشي الحال. اخ اخ، والكرسي طبعا رجع لهوي. اي نعم، بعد ما انكسر ظهري بحملانه. تفضل قوم شرف معي. يا ويل، لا يمكن حدا يحل الموضوع غيري، بس انا خايف اذا شافك القرصون معي ليقلعنا. قلت لك لا تخاف، باعتباره صرنا اصحاب انا وياه، واعطيته بونات مشان يفوت لعنا على الحمام ببلاش يتحمم. عاد يلا امشي معي، دمني على القهوه. يا فهيم بيك. نعم. دير بالك على الحمام. حاضر يا غوار.